للمزيد مشاهدينا معي مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أحمد أهلا وسهلا بك. أرقام الوظائف ربما قلبت المعادلة، أرقام قوية جدا، والآن الحديث أنه ما عم نحكي عن soft landing أو hard landing، عم نحكي عن no landing سيناريو في الأسواق الأمريكية. بالتالي هل هذا ما تتوقعه، وإلى أي مدى بالفعل ممكن أن تؤدي هذه الأرقام القوية ربما إلى تباطؤ أو حتى عدم خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر؟ صباح الخير لارا، شكرا للاستضافة. نعم بكل تأكيد أرقام الوظائف في يوم الجمعة كانت أرقام ممتازة فوق التوقعات، يمكن حتى فوق توقعات جيروم باول اللي أشار بالمؤتمر الصحفي الأخير بأنه أرقام الوظائف فيها بعض السلبية وبعض التراجعات. لكن لارا بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة أتوقع أن الفيدرالي الأمريكي أشار بشكل واضح أنه هو يتجه لدعم سوق العمل الجيد، فبالتالي على ما أعتقد حتى لو كان سوق العمل يعطي إشارات جيدة أعتقد بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه لتخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع شهر نوفمبر واللي هو بعد يومين من الانتخابات الأمريكية، فبالتالي قد تكون هي كهدية للرئيس الأمريكي القادم في انتخابات نوفمبر. عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية بشكل كامل أعتقد بأن السوفت لاندينج قد يكون هو الأقرب لارا. لو ما أتت أرقام التضخم في الأسبوع الحالي عند مستويات 2.3% قد تعطي بعض المساحة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة للحاق بركب البنوك المركزية الأخرى. على ما أعتقد هي التوجهات لتخفيض أسعار الفائدة حاليا 25 نقطة أساس لأن يكون هناك سياسة مقومة مع كامل البنوك المركزية بشكل كامل، فبالتالي 25 نقطة أساس أعتقد بأن قد تكون هي حل وسطي بالنسبة للفيدرالي الأمريكي مع الأرقام الاقتصادية التي تعتبر جيدة، نمو اقتصادي لا يزال جيد، أرقام التضخم قرابة 2%، أرقام الوظائف تعتبر لحتى الآن جيدة، لكن الشيء الوحيد المخيف هنا لارا هي أرقام الأجور. قراءة يوم الجمعة أعطت أرقام الأجور على أساس سنوي 4%، فبالتالي لا أزال أترك حيز بأن أرقام التضخم قد تكون متأثرة في الفترة القادمة جراء الأجور المرتفعة. الكور سي بي آي مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال مرتفع، فبالتالي مع عودة انطلاقة ارتفاعات أسعار النفط مع التوترات الجيوسياسية قد تكون ضاغط أساسي لأرقام التضخم في الفترة القادمة. بكل تأكيد لن أستبق الأحداث قليلا بالنسبة لأرقام التضخم، لكن هي قد تكون إشارات مخيفة في الفترة القادمة للفيدرالي الأمريكي. وبالتالي لا يمكننا القول أن فزنا في معركة التضخم حتى الآن. طب ردة فعل الأسواق، ارتفاعات قوية للدولار، ارتفاعات قوية لعوائد السندات، هل تراها مستمرة؟ على ما أعتقد هي قد تكون مستمرة بعض الشيء لارا، لأنه عندما كان هناك تفاؤل ب 50 نقطة أساس، العودة من مرحلة التفاؤل إلى مرحلة الأقل تفاؤلا ب 25 نقطة أساس قد تكون هي داعم بالنسبة للدولار الأمريكي. دائما ما أذكر بأنه تخفيض أسعار الفائدة قد يكون جيد بالنسبة للعملة عندما يكون هناك نوعا ما اقتراب من هدف التضخم لا ضاغط أساسي خوفا من الركود الاقتصادي، فبالتالي السيناريو مهيئ بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي بأن نشهد خفض أسعار الفائدة مع نمو اقتصادي لا يزال جيد، لا يزال أرقامه اكسبشنال حتى الآن، أرقام استثنائية بالنسبة للفترة الماضية بالنسبة للنمو الاقتصادي مع أرقام سوق العمل التي كانت هناك مخاوف كبيرة جدا، فبالتالي قد تكون هناك استمرار للارتفاعات بالنسبة للدولار الأمريكي وأميل لذلك. شكرا لك أحمد عزام محلل المالي الأول في مجموعة أكويتي.